سامر سامر شو سامر ليش تاركني لحالي بالمطبخ لوحدي؟ طب قوم سليني. لك قلت لك بدي ساعدك بالجلي، قلت لي ما بصير هذا شغل النسوان. قاعد عم تسلب موبايلي. شيل هالموبايل من ايدك وسليني. امرك تفضلي. هاي تفضلي. شو سليكي؟ شلون سليكي؟ هاي موبايل بلا اتفرج على التلفزيون. ها تحط وشك بوش التلفزيون ومن محطه لمحطه وانا وشي وش الحيطان. ما طيب خلاص بقعد بشتغل، عندي شغل على اللابتوب. انا كمان اللابتوب؟ لا هيك كثير كثير سامر. لك والله حيرتيني، والله حطيت انا معك، شلون بدي ارضيكي مالي عرفان؟ والله هي مو عيشه. شو قصدك يعني؟ شو انا نقاقه وما في شيء بيرضيني؟ هيك قصدك؟ لا مو هيك قصدي. نو لا لا لك سقاقه ولا لك نقاقه. لك عن شو؟ ماشي ماشي يا سامر انا بورجيك. شيخ شلون بدي ارضيها هي؟ لك شلون بيرضوا المرأة؟ مالي غير اسأل جوجل. هاي جوجل هلا السؤال كيف نرضي المرأة؟ بحث شو ها؟ وينك يا معاذ؟ دقيت لك ليه ما رديت؟ والله ما قدرت رد، كنت عم بحضر فيلم مدموج فيه. فيلم سينما؟ فيلم سينما. حلو؟ اوش ايه احكي لي شو يعني شو فيه؟ هذا يا سيدي ابطاله اثنين، البطل بيعصب على مرته بيقول لها روحي ضبي اغراضك وخذي اغلى شيء ما عندك وطلعي. بتقوم تاخذ ايده وبتروح بتقول له لانه انت اغلى شيء عندي. يا لطيف هيك قالت له؟ ايه شو هالنهاية الحلوة؟ يا ستار شو قلت لي اسمه الفيلم؟ حب على المحك. والله بدي احضره عاد. ايه ايه عم يطلع على محطة التفنيص. ايه بدي احضره. اوكي ليك جاني خط هلا بعدين برجع بحاكيك. ايه الله معك، مع السلامة معاذ، مع السلامة. شو هالفيلم الحلو هاد؟ حب على المحك. رح يخيلني هالفيلم حب على المحك. احكي لي شو يعني شو فيه؟ هذا يا سيدي ابطاله اثنين، البطل بيعصب على مرته بيقول لها روحي ضبي اغراضك وخذي اغلى شيء ما عندك وطلعي. بتقوم تاخذ ايده وبتروح بتقول له لانه انت اغلى شيء عندي. يا سلام يا سلام على النباله والانسانيه والمحبه. يا سوسو سوسو ايه شو بدك؟ قاعد وعم تتفقس شو في؟ عم بتفقس؟ هيك بتحكي معي شو هلاشي هي؟ لك هلأ. خلصني شو بدك؟ هلا هلا بتاخدي اغلى ما عندك وبتروحي على بيت اهلك. عم بتقلعني لبيت اهلي؟ عم بقول لك بتاخدي اغلى ما عندك وتذكري اغلى ما عندك وبتروحي لبيت اهلك. وصلنا لهالمرحله هي انك تقلعني على بيت اهلي؟ طيب طيب قلت لي اغلى شيء عندي؟ رح ورجيك شو اغلى شيء عندي. ذهباتي ومصرياتي لازم اغلى شيء عندي. لا في كمان اغلى. ثيابي اغلى شيء عندي. هلا هذا اللي طلع معك ثيابك وذهباتك اغلى شيء عندك؟ لا بتعرف شو؟ نسيت في عندي شيء اغلى اغلى بكثير. صرمايتي اغلى شيء عندي.
هلا هذا اغلى شيء عندها. فوت صيفه فوت هذا بيت اخوك فوت. لا تسلم لي والله عليك. فوت زين اول مره تجي لعندي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. تفضل هون. حصلوا ايه فوت اهلا وسهلا فيك. تفضل عود. ليه قبل ما نبلش نحكي شو بتحب تشرب شو بتحب تاكل؟ ما بدي شيء، ما بدي جربك. شو انا هيك دائما طبيعتي ضيوفي كلهم شو بتحب تشرب شو بتحب تاكل؟ لك الله يخلي لي اياك، انا جاي بس بدي احكي معك هيك بموضوع كذا بدير. تعالي مين هذا اللي جايبه معك؟ كم مره قلت لك ما بتجي بتنقبر على قلبك وضيوفك قبل ما تقول لي؟ ولك ما شايفني منكوشه وشعري منكوش؟ ولك بعدين هلا انا ما قلت لك بتقول لي على التليفون قبل ما تنقبر تجي مشان نجيب معك غدا؟ ولك انا ما طبخت. ولك مالي خلق. ولك تعرفيني تعبانه. ولك الجلي مكوم بالمجلى ومالي خلق اقعد اجلي. بعدين تعال اقول لك انا ما قلت لك اني مكتئبه وبدي مصاري بدي انزل على السوق. انقبرت على قلبك عطيتني قرشين لانزل؟ ما على اساس باسبوع السولد بتعطيني مصاري لانزل؟ ليكو محل الفساتين اللي تحت بيت اختي، الفساتين مأزعة عنده أزعة على الملكانات، بروح بشتهي وبرجع بشتهي، اشتهيتك تمد ايدك على جيبتك وتعطيني وتقلي انبسطي انت وابنك بهالسوق شوي، ولك شيل ايدك بدي تجيب لي من جوا مو من هدول القرشين اللي عندك، اسمع كلمتين، لو كانت اختك اللي دقة كنت مديت ايدك وعطيتها، ولو كانت امك كنت مثل الارانب قدامك على وجهك، عشان تروح تنزع لعنده. بعدين اسمع كلمتين ورد غطاهم، والله العظيم بالبيت مالي قعدت لك ولا نهار، وحياة الله مالي قعدت لك ولا نهار. عم تسمع؟ مين هذا اللي جايب لي اياه معك؟ ابني سألتيني. هذا اكبر ملياردير، كان جاي يخطب اختك، قلت له تعال تفرج على المسطره اللي عندي.